تعرف الزراعة المحمية بأنها عملية إنتاج المزروعات في بيوت بلاستيكية، ويهدف هذا النوع من الزراعة بالأساس إلى إنتاج الخضروات في غير موسمها مع حمايتها من الظروف المناخية السيئة. ومن أشهر أنواع المزروعات المحمية في لبنان الموز، الخضروات، ونباتات الزينة. ويتم الاعتماد في إنتاج هذه المزروعات على مختلف التقنيات الحديثة في الري والتسميد. إذن هناك عدة فوائد للزراعة المحمية، فهي تحمي النباتات من تقلبات الطقس من رياح وأمطار وبرودة، وهذا ما يسمح بزراعة بعض النباتات في مناطق مرتفعة عن سطح البحر مثلا. وفي الغالب يحمي هذا النوع من الزراعة من إصابة النباتات بالكثير من الآفات الزراعية. أيضا يمكن التحكم في الزراعة المحمية بكميات المياه والأسمدة المستعملة، وهذا ما يسمح بالحصول على إنتاج وفير وعلى تنوع في المحاصيل، وذلك بكلفة منخفضة نوعا ما. وشكرا لكم.